ما هلا نور رح نروح لاخر محطاتنا. يعني مثل ما بتعرفي الاثر النفسي من حاله الخوف والذعر اللي ممكن تحيط بالناس اللي مرت بهي الصدمه، وهو ما يعرف ايضا الصدمه النفسيه اللي بتتراوح وبتختلف طبعا بين مختلف الاعمار من اطفال لكبار. هذا موضوع جدا مهم ولازم دائما نرجع نحكي ونوعي ونقول بعض الارشادات والنصائح. اكيد سلمى، الصدمه النفسيه اللي مر فيها اهالينا بحلب ان كان ولا دقيقه بحما، يمكن نحن بالشام منا مستوعبين مع انه كان الزلزال خفيف علينا، فكيف الناس اللي عاشت الحادثه؟ صدمه نفسيه قويه كثير كبيره، كثير من الناس خسرت اهاليها، كثير من الناس خسرت مسكنها، اكيد إلى اثار نفسيه كثير كبيره على الشخص بالمستقبل. لحكي عن الصدمه النفسيه كيف بنقدر نتجاوزها، معنا بالاستديو الدكتوره رولا صيداوي استاذه في علم النفس. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. صباح الخير واهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيكي استاذه رولا. يعني مثل ما حكينا كثير من الاشخاص تعرضوا ليمكن مواقف وذكريات للأسف ما بدهم يتذكروها وهي مؤلمة، ولكن هذا النوع من الصدمات أو المواقف الصعبة بينحفر بذاكرة الإنسان، بيضل يتذكر شوي شوي على هاي مدى التفاصيل سنوات. ومثل ما عم نشوف أيضا الناجين اللي عم يروا لنا هاي التفاصيل قدي عم تكون قاسية، كيف عم بتذكر بالساعة وبالوقت شو صار معه. صحيح. كيف الساعات مرت وهو منتظر حدا يلاقيه من تحت الأنقاض. هاي الصدمة النفسية كيف اولا بيعرفها علم النفس وكيف بيتم التعامل معها؟ هلا الصدمه النفسيه، الصدمه بشكل عام هي خصوصي نحن عم نحكي عن الصدمه النفسيه، هي اللي بتعمل خلل بوظائف الجسم، هي اللي بتغير الساعه البيولوجيه، هي اللي بتعمل اضطراب بكل وظائف الجسم، اضطراب بالتفكير وتشويش وعدم رغبه اصلا في الحياه. الصدمه اللي عم نحكي عنها هي مؤلمه، ونحن من الناس اللي شاهدنا ما بعد الصدمه، اللي كنا على ارض الواقع بجبله وحلب واللاذقيه وكنا وكثير متاثرين ويعني موقف مؤلم مؤثر. هي لحظات كانت، لكن لحظات حرقت قلوب الآباء والأمهات وصرخات الأطفال، لحظات مؤلمة قد ما حكينا عنها على مدى سنوات ما منوفي جزء من الألم اللي شعروا فيه، اللي يعني تلقوا الصدمة. طيب خلينا نحكي كيف نقدر اليوم ندعمهم نفسيا يتجاوزوا هاي الصدمات. في كثير من الناس اليوم يعني ضمن المحيط، كيف فيها تقدم هاي المساعدة؟ نحن عم نحكي عن صدمة نفسية كتير كبيرة، وقع كتير يمكن إلى الآن الناس منا مستوعبة. صحيح. شو صار؟ كتير من الناس خسرت أهالية، كتير من الناس يعني خسرت الأم اللي خسرت ابنها، يمكن قد ما حاولتي تخففي عنا هيدا المصاب ما بتقدري. صحيح. بس يمكن بعض القصص اللي ممكن نعملها اليوم للدعم النفسي لنخفف هي شدة الصدمة النفسية، لأنه نحن بنعرف بدها وقت كتير طويل لتمرق وإلى آثار بالمستقبل على شخصية. نعم. هلا في نقطة مهمة كتير نحن يعني بننوه عليها دوما، انه الصدمة هلا بداية نحن مشكورة كل فرق الإنقاذ ومشكورة كل الجهات اللي عم تبذل جهد. أول علاج للصدمة اللي عم يتلقوها اللي تحت الإنقاذ هي كلمة الأمان، يعطون إياها انه أنتوا بخير، انتوا بخير ونحن رح ناخذكم لمكان امن ان شاء الله. هي اول كلمه، رغم انه هن فريق انقاذ، بس يقولوا لهم كلمه انتوا بخير، واصلا هن بس يشوفوا شخص شافهم، هي لحاله بدايه العلاج النفسي. النقطه الثانيه بعد ما يعني يتم انقاذهم يشوفون عندهم طبابه بيولوجيه، في منهم عندهم كسور وفي منهم يعني الوضع مؤلم. هلا بتجي هي مع الطبابه، لكن في عندنا بيجي العامل الثالث، نحن بنجي العلاج النفسي. العلاج النفسي هون احيانا بياخذ حسب مين تلقى الصدمة. هلأ في ناس أخذت أولادها وطلعت وقت الزلزال، في ناس لا صار عليها الكارثة هي وبالبيت. فهون حسب شدة الصدمة هون بصير العلاج. العلاج أكيد بياخد أحيانا أشهر وأحيانا سنوات. ونقطة كتير مهمة وبأكد عليها دوما، أنه العلاج بعد ما يشفى المريض بدنا نضل معه ما نتركه، لأنه بعد ما يتعالج ويشفى إذا صار لوحده بصير بيشعر، بترجع في نكسة، بصير بيقول أنه أنا كلهم كانوا حوالي بعد ما راحوا أهلي وناس، صفيت لوحدي، بترجع النكسة. هون أصعب من العلاج بدايتها. نعم. طيب دكتورة رولا، اليوم كثير ناس بيكونوا عم يعملوا سلوكيات هي بفعل التخفيف، ولكن للأسف هي بتقلب بعكسي. يعني بيكونوا عم بيحاولوا ينبهوا الناس، انتبهوا لا تعملوا هيك، لا تسووا هيك، لا كذا، بيقوم هاي السلوكيات بتأدي شيء عكسي. نحكي عنها لحتى طبعا اللي عم بيشوفنا ينتبه. هلا بشكل عام نحن بنقول انه دوما المعالج النفسي او الطبيب او يعني هن ما بيخفى عليهم، او حتى فرق هلا فرق الانقاذ يعني مشكوره جهودها، هي بدايه انه بدها تعطي احيانا الايعاز او تعطي الانذار، لانه احيانا حركه ثانيه ممكن
يصير في ضرر على اللي تحت الأنقاض. فنحن عم نحكي بشكل عام إنه الكلمة الطيبة حتى يعني طريقة الكلام بدها تكون بنبرة صوت محددة. يعني أنا مثلا كمثلا معالج أو طبيب نفسي أو لما بدي أقول الكلمة ما بدي يكون لها النظرة. هلأ ممكن الأم لبنتها الأب لابنه ممكن يقول له كلام يكون فيه شدة، أما هون كعلاج بدها تكون النظرة محسوبة. لأنه طريقة الكلام أحيانا خصوصي هن نفوسهم يعني فيها شرخ، نفسيتهم فيها شرخ، يعني هن عندهم يعني متألمين كتير وهن فاقدين أصلا. حتى لو كانوا مو عارفين شو فاقدين من أهلهم وناسهم، هن هي حالة الترقب ليعرفوا شو صار، هي الحالة مؤلمة جدا وقاسية جدا. اليوم ممكن ما بنقدر نحكي عن وجع 1% لأي حدا فقد عزيز اليوم وخسره، بس هون المصاب جدا كبير. يعني عم نحاول نقدم لو معلومة بسيطة أو بنقدر نخفف على الناس. اليوم في كتير الناس فقدت أهلها، في كتير أمهات فقدوا أولادهم، في ناس يمكن من العيلة نجت شخص واحد، هذا الشخص اللي فقد عزيز يعني الصدمة النفسية أو الشدة النفسية رح تكون إلى أثر كتير كبير ووقع كتير كبير عليه. كيف بيقدر يتجاوزه؟ يعني كيف الناس ممكن تتعامل معه أو حتى الدعم النفسي كيف ممكن يتقدم له؟ هو الفراق صعب ومؤلم كتير، فما بالك انه بهي اللحظات اللي اصلا مو متوقع له، ما في ترقب. يعني احيانا واحد بيكون مثلا له اب او ام او عزيز بالمشفى، هو عم يترقب يوم او بالدقائق انه ممكن مثلا حسب قول الطبيب. هون فجاه، يعني هاي الفجاه، هي اللحظات، هي هون الصدمه اللي اجته. هلا هذا اللي فقد عزيز، ونحن بنقول الشفاء للجرحى والله يرحم كل اللي توفوا، وبنتمنى الشفاء يعني سواء الشفاء الجسدي او النفسي. هذا اللي فقد عزيز نكون معه ما نتركه حتى بعد ما يشفى. يعني نحاول نشاركه بمجالات التطوع، مجالات التطوع بتعطي دعم نفسي كبير. بعد ما يشفى وبعد ما يصير بخير ما ينترك لوحده، يضل هو بأي مجال تطوعي. هلا كتير الفرق التطوعية والحملات التطوعية كتير يعني انتشرت، وخاصة بهالكارثة اللي صارت المؤلمة على بلدنا. فهون بده يضل هو معه، يضلوا حاكوا يطمنوا عنهم طبيبه اللي عم يعالجه، سواء طبيب يعني الطبيب البيولوجي او الطبيب النفسي او المعالج، يضل عم يتطمن عنه، يضل في هذا المحيط. دوما الانسان كائن اجتماعي، لانه بس يشعر بالوحده هون بيصير في عنده اكتئاب وامراض تانية غير الصدمه اللي هو تلقاها. ونقطة مهمة كتير إنه بعض الأشخاص هن صار عندهم هاي الكارثة وقعت على تلقوا الصدمة، كان عندهم صدمات سابقة، هلأ هن نتذكروا هالصدمة السابقة مع هالصدمة صار في عندهم الألم ألمين والوجع وجعين مثل ما منقول، وصار الشفاء بيطول أكتر. النقطة الضرورية إنه نحن نحتويهم، نستوعبهم، ما نضغط عليهم أول فترة. لازم تحكوا لا، نتركهم. البعض بيفقد القدرة على الكلام، ما بيقدر يتكلم، بتحسيه صدمة يعني عنده صمت تام وهو مو بإرادته لا وعي. صحيح دكتورة رولا، يعني اليوم نحن عم نحكي دائما نحاول هيك نسأل من حضرتك عن بعض السبل والخطوات الأساسية اللي ممكن نرشد إلى كل من يعمل طبعا في هذا مجال الدعم النفسي والناس اللي هي بالقرب والمحيط، لأنه دائما المحيط أيضا هو ضروري ومهم عمله بهذا الوقت. صحيح. فشو بعض الإرشادات تحبي توجهيها بختام لقائنا؟ بشكل عام أول شيء أنه نحن نكون يعني الكلمة الطيبة، قولوا للناس حسنا، هي بشكل عام مطلقة، فما بالك اللي هدول تضرروا. وكل خطوة خير الإنسان بيقدمها بيعرف أنه هذا يعني غير أنه نحن بنحكي مجال أنه له أجر كبير وله مكان كبير، وهذا بالإنسانية. نحتويهم، نستوعبهم، نفاجئهم بشيء بيحبوه كل فترة وفترة، حتى لو كانوا هن فاقدين عزيز. بس دوما الإنسان بس يشعر في مين عم يسأل عنه أو عم يطمن عنه بيعطيه مكانة، يعني بيعطيه هيك طمأنينة. اليوم كنت أنا هيك كاتبة الصبح قبل ما عم بنشر فيديو عن الدعم النفسي، كتبت أنه الإنسان يشعر بطمأنينة وتكون على مقربة من شخص بيعطيه كلمة أمان. هي كلمة الأمان أنه أنا معك، أنا واقف معك، أنا ما بتركك. هي كلمة الأمان بيعطيه دفع لقدام. الحياة هي مستمرة، وبدنا نخليهم هن نعزز له أن الحياة مستمرة بحلوة ومرة مستمرة. فخلي يكون لهم دور، خلي يكون لهم دور إنساني حتى، يعني ما البعض مع أنهم طلعوا من الأنقاض لكن هن صار يحكوا ما على لسانه غير للأسف كلمات، والله يعينهم، يعني كلمات أنه بتمنى الموت لنفسه. فنحن هيك بدنا نكون، أنه نعطيهم الأمل دوما حتى لو لآخر لحظة، حتى لو ما عنده هو رح يفقد الحياة، نضل عم نعطيهم أمل. أكيد الله يهون عليهم يا رب قدر المستطاع. يمكن قد ما حكينا ما بنقدر نحكي عن الوجع الأساسي اللي تعرضت له الكثير من الناس اليوم حول الكارثة الإنسانية كثير كبير. نشكرك بالختام الدكتورة رولا صيداوي، أستاذة في علم النفس، على وجودك معنا. شكرا كثير لك. شكرا لكم، الله يعطيكم العافية.